أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر، انطلاقة سليمة لشوطنا الخامس وهو الشوط الخاص بالفطامين البكار. نتمنى التوفيق للجميع، البحث والتقييم دائما عن الدرر في هذا العالم الساحر. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام بالصدارة، نتابع البداية والمقدمة والشاهينية اللي قادت المجموعة. عبد الله بن خليفة بالصقعة يقدم الشاهينية بناموس هذا الشوط، ولكن اللي وصلت السليمانية راشد بن علي بن سعيد العويسي يقدم سليمانية من الجانب الآخر، من الجانب الآخر ظن للسيب بن محمد بن سيب بن عفرة يتسلل أيضا يقدم ظن بهذا الانطلاق. وصول والتحديات في هذه اللحظات بهذا الانطلاق المثير وبهذه التحديات الرائعة، ما شاء الله تبارك الله. الشاهينية سيب بن سعيد بن حميد الهنداسي القادم بكل قوة، شعار أحمد بن عبيد بن مبارك الكتبي من الجانب الآخر يقدم هملولة مع هذا السن الأصغر والأجمل. وصلت الأسامي والتحديات الحاضرة في هذا الصباح، ولكن الشاهينية من تتسلل، من تتقدم، من تنطلق بناموس هذا الشوط. ياتي سيب سعيد بن حميد الهنداسي يقدم أحلى هندسة في هذا المسار وفي هذا الانطلاق، ناصية مع المركز الثاني من بشعار سيب بن سالم بن سيف النيادي. واللحظات الأخيرة ولعت تحديات هذا الشوط، والنيادي يحكم القبضة مع هذا الانطلاق المتميز، بهذا الانطلاق المثير والرائع، بهذا الأداء المتميز. ناصية والهنداسي يحاول ناصية والشاهينية، ولكن ناصية هي الأقرب لتهدي السلامات لأهالي العين. تهاني لسيف سالم بن سيف النيادي على فوز الشاهينية أو ناصية بالمركز الأول. لحظات الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني جاءت أيضا الشاهينية بشعار سيف بن سعيد بن حميد الهنداسي. المركز الثالث بشعار أحمد بن عبيد بن مبارك الكتبي. تهانينا والناموس لسيف بن سالم بن سيف النيادي على فوز ناصية بناموس هذا الشوط.